كلمي عن أزمة الشاي والبن، لأن دي كانت يعني قصة الأشهر في الأيام الماضية. إيه قصة وإنتوا طلعتوا بيان الحقيقة شديد اللهجة وقلتوا إن الدولة لها أنياب، فكلمني عن الأنياب وعن الشاي والبن يا دكتور علاء. أولا هو لا توجد أزمة، أنا رصيد الشاي عندي معدي السنة 13 شهر، رصيد البن 3 شهر ونص، ضيف إليه اللي جاي على مراكب، ضيف إليه اللي موجود في المواني، وبالتالي أنا ما عنديش لا نقص حالي ولا نقص متوقع. المشكلة كلها، وده يمكن السبب إن احنا استخدمنا زي ما حضرتك قلتي اللغة شديدة اللهجة، مشكلتي في المرحلة الماضية إن هناك العديد من الأشخاص سواء لهم مصلحة أو عن جهل أو لأي سبب من الأسباب بيعلن خبر غير دقيق، وللأسف طبعا إعلامنا غالبيته يعني من أبناء مصر الأوفياء، وبيعمل دي السلطة الرابعة بتعمل لصالح البلد تماما. للأسف هناك قلة بينقلوا من خبر لخبر لخبر، وبالتالي فجأة تحول هذا الموضوع إلى موضوع ذو أولوية في الإعلام، وابتدى أثره للأسف في الشارع، سواء الأسرة المصرية ابتدت تنزل تشتري وتخزن، التاجر ابتدى يحجب السلعة، وبالتالي بقى في أزمة رغم أن أصلا لا توجد أزمة. طيب لما لكن نزل هذا البيان ثاني يوم، لكن منتجي شاي العروسة مثلا وهو ده واحد من أهم أنواع الشاي قال لك أنا خلاص أنا قدامي شهر وما عنديش مخزون والحاجة موجودة في الجمارك. لا مش عن يا فندم، افصلي ما بين أنه هو عنده شهر هيشتغل فيه وخلال هذا الشهر هتخرج البضاعة اللي موجودة في المينا، وبالتالي هو ما عندوش مشكلة. المشكلة قد تحدث، ده النقطة. حضرتك هناك ثلاث لجان رئيسية، في لجنة الأزمات بمجلس الوزراء وبتعرض يوميا على دولة رئيس الوزراء، هناك لجنة السلع دي موجودة بقرار من رئيس الوزراء في وزارة التجارة والصناعة، وموجود فيها كافة الوزارات المعنية واحنا موجودين كاتحاد غرف تجارية، هناك لجنة وزارة التموين، احنا بنعمل مسح حتى على مستوى المحافظات لكافة السلع، اي سلعة بنلاقيها ابتدت ان هي تنقص او سعرها يعلى في اي محافظة، لو في محافظات معينة بيتم التوجيه بضخ كميات إضافية إلى هذه المحافظة. لو على مستوى الجمهورية بيتم التوجيه للبنك المركزي بسرعة الإفراج سواء على سلعة تمت الصنع أو مستلزمات الإنتاج، وما بنوصلش، نادرا ما بنوصل للمرحلة دي. فبتقول لي إنه لا توجد، يعني البيان بيانكو بيقول إنه رصيد الشاي 91,000 طن و670، يعني استهلاك 13 شهر، فلا أزمة في الشاي ولا أزمة في البن. وحضرتك الخامة اللي موجودة في المواني بيتم الإفراج، البنك المركزي يوميا بيراجع إيه احتياجات الصناعة، إيه احتياجات التجارة، احتياجات كل القطاعات الخدمية. احنا هدفنا حاجة واحدة، إن مفيش حد يقفل، مفيش حد يسرح عمال، وبالتالي الآلية اللي شغالين بيها حاليا ضمان إن الكل يفضل شغال بنسبة قد إيه من الكفاءة بتاعته. دي هناك أولويات، لأن اللي متاح ما هوش كافي إن أنا أدي 100%، فالتصدير نمرة واحد، الغذائي نمرة واحد، الدوائي نمرة واحد، ثم أبتدي أنزل بنسب معينة لقطاعات أخرى أضمن إن هي شغالة وبتكسب ومحافظة على العمالة.